بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا دكتورة سحر العقبي، أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، وهنتكلم النهاردة على يعني بعد رمضان، لما بنخرج من رمضان إيه الأغذية اللي ممكن نتناولها في العيد؟ طبعا إحنا بنبقى خارجين من رمضان وجسمنا خد راحة كافية والجهاز الهضمي بيشتغل بكامل كفاءته بهدوء، فمش عايزين ان احنا نربكه بكميات كبيرة من الأغذية. يعني في العيد ما نتناولش كميات كبيرة من الغذاء، تبقى كميات متوازنة، يعني في الفطار وفي الغداء والعشاء يبقى كميات مناسبة، ما تكونش كميات كبيرة عشان ما ترهقش الجهاز الهضمي، خصوصا الكحك والبسكويت وما أدراك الغنية بالسعرات المختلفة. ممكن برضو أنا يعني في ناس بتحب تتناول في العيد الأسماك المملحة زي الفسيخ والرنجة، لو كان لابد يبقى ممكن الرنجة، علشان الرنجة بتبقى يعني بتتحط على النار فبتأذيش، إنما الفسيخ الحقيقة أنا يعني لا أنصح بتناول الفسيخ لأنه له أضرار جامة. ممكن برضو الأسماك، في ناس بتحب تتناول الأسماك، والأسماك فعلا أسماك بتبقى مفيدة جدا لأنها بتحتوي على نسب متوازنة من الفيتامين بي، وفي بعض الأسماك فيها الأحماض الدهنية المهمة للجسم اللي هي بيطلق عليها الأوميجا، وكذلك فيها يعني فيتامينز مختلفة، فالأسماك تعتبر من الأغذية المفيدة اللي ممكن تناولها في العيد. أشكركم كثيرا.